والتحذير والتأذين ستسير فلك الحق رغم أنوفهم ويذل كل رافضي وحرور. اشهد يا زمن، اكتب يا تاريخ، اسمع يا دهر، لقد انخلعت قلوبهم بفضل الله عز وجل. حاول بوتين وحاول الحرس الثوري الإيراني وحاول حزب الله اللبناني وحاول جيش الكلب بشار أن يفك الحصار عن هؤلاء فما استطاع. ردهم المجاهدون مدحورين عبر معارك 9 أشهر. قال الله عز وجل: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. تكبير، كبروا وراء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.